مبدأ ثابت لم يتغير عنه الجيش الوطني في محاربته للإرهاب وتصديه لأي غزو خارجي يهدد أمن البلاد والمنطقة. هذا ما أكده القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر خلال زيارته لكاتبة طارق بن زياد المقاتلة، والذي تفقد من خلالها استعدادها وجاهزيتها التامة لتنفيذ أي أوامر تصدر إليهم لتحرير الأرض والعرض. القائد العام أشار إلى أن الجيش الوطني لديه من القادة المميزين والجديرين، ويرى فيهم كل الأمل والنصر من أجل الوطن والخبرة بما يكفي للقضاء على كل المجموعات الإرهابية والغازية، وأردف أن إيمان الجنود بالوطن يمنحهم لقدرة على استكمال المشوار الذي يتطلع إليه كل الليبيين، وسوف يثبتون للعالم أن ليبيا ليست سهلة بل عصية على كل من حاول الاحتداء عليها. وفي تاريخ الآباء والأجداد خير دليل، وأن الجيش الوطني لن يتنازل عن مبادئه الوطنية الثابتة وتضحيات الشعب الليبي، وسيواصل الكفاح لتحرير أرضنا وتحقيق طموحات شعبنا. القائد العام أكد للعالم أن ليبيا لديها جيش قوي يحمي سيادة الوطن ومقدراته، وأن لا حدود له إلا حدود الوطن، وسيواصل مسيرته لاجتثاث الغزاة والمجموعات الإرهابية والمرتزقة الذين يستخدمهم العدو كأداة لتحقيق أطماعه. وأكد أن الجيش الوطني يرفض منطق الاستعمار ولن يرضى بوجوده على الأراضي الليبية، قائلا أن الليبيون سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده، وأن الجيش الوطني لهم بالمرصاد، وأن طرد الغزاة الأتراك سيكون الهدف الأساسي، مؤكدا على مواصلة العزم للتصدي للمرتزقة والأتراك وطردهم من الأراضي الليبية. واستطاعت القيادة العامة خلق جيل جديد من ضباط الجيش الوطني الذين ستكون لهم القيادة في المستقبل، وهذا المشهد الذي عجز الكثيرون عن صنعه، وستكتب هذه اللحظات في صفحات التاريخ لأمتنا العربية. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.